بداية الأسر حولي، فنهنئكم بممارسة هذا الاستحقاق والواجب الوطني الذي تحقق بفضل صبركم وإيمانكم وتثبتكم بنيله والدفاع عنه. وكأحد أبنائكم، أنا دكتور بشير صالح بشير، قد قررت معكم وبكم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2021، مؤمنا إيمانا كاملا لأن الوطن اليوم في حاجة منا إلى بلسم يبري ويضمد جراحه ويقوي شوكته، ونحن جميعا دون استثناء قادرون ومجبرون على صناعة المستقبل السعيد لأجيالنا القادمة دون قيد من أحد. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، اليوم وأنتم تضعون هذه الحملة بإرادة حرة بعد أن تجرعتم حياة الضنك والحرمان وقساوة الظروف، وقد استثنتكم الأقدار من ما هو أعظم، فلنكن عن هذا ولنحمد الله ونشكره كثير، وليكن 24 من ديسمبر موعدا مع الشرفاء الوطنيين والمخلصين للتعبير عن الإرادة الحرة في تقرير المصير، ويوما نستذكر فيه تضحيات الآباء والأجداد، وتكريما لشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل ليبيا دون منة فوق ترابه، وننعم بخيراته جميعا دون استثناء، فالوطن الجميع ويتسع الجميع ويحفظ الجميع. إن اليوم نؤسس لبناء دولة حديثة في العصر الحديث وبعقل متميز وحديث، فكونوا في الموعد، وأن نغادر لناظره إلى قريب، وعاشت ليبيا حرة أبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.